السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد وآية وأسامة وسرى اللي موجود معي الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف محاضرتنا هذه التعويضية الثانية، اللي هي امبارح إذا بتتذكروا يعني خلصنا شابتر واحد Introduction to control systems، أخذنا مجموعة من الأمثلة الكبيرة على الكنترول سيستمز. بس قبل ما أطلع من هذا الشابتر بدي أفرجيكم الاكسرسايزز اللي في نهاية الشابتر. لاحظوا هنا الإي E 1 3 بتن اكسرسايز 1 3، هنا اكسرسايز 1 1، هنا اكسرسايز 1 2. طبعا هنا الاكسرسايزز أنا بنصحكم تطلعوا عليهم كلهم، مش طالب منكم الآن تسلموني إشي من هاي الاكسرسايزز، ولكن طالب منكم انه تحلوا قديش بتقدروا اسئله عشان مصلحتكم انتم. هلا هون في كثير من الاسئله اللي رايحين تشوفوها بالذات في هذا المقطع هون، اللي هو بيوصف لك سيستم ما وبقول لك ارسم له البلوك دايجرام اللي زي هيك. هلا بتعرفوا البلوك دايجرام احنا بالعاده بيكون في عندنا الفورورد باث زي ما حكينا بالامس. الفورورد باث في عندنا 3 بلوكس بالعاده، بيكون مش 2 بلوكس، يعني هذا النمط العادي اللي هو في عندنا الكنترولر، بعدها اكتويتر، بعدها في عندنا البروسيس اللي بنتحكم فيها، بعدين بنخرج في شيء اسمه الاكتوال اوتبوت او الاوتبوت. ناخذ الاوتبوت هذا بفيدباك عن طريق السنسور، بنرجعه للانبوت بالعادي ذا سميشن بوينت باشاره ماينس زي هيك. ف والانبوت هذا هو بيكون الديزايرد اوتبوت. فهو انا بيوصف لك كثير من سيستمز، بعطيك يعني انظمه بيحكي عنها حكي وبقول لك ارسم لي البلوك دايجرام وحدد كل جزء من اجزائها. يعني هون مثلا لو اخذت هذا الاكزامبل بقول لك unmanned aerial vehicle UVA. لاحظوا هذا اليو في اي بنستعملها عنها هون كثير، مرت معنا باحد الفيجرز السابقه. unmanned aerial vehicle يعني مركب فضائي غير مأهولي ما فيها بشر، يعني المقصود هنا طائره بلا طيار. are being هذول الفيكلز are being developed to operate in the air autonomously، يعني بمعنى قاعدين بيطوروا فيهم عشان يشتغلوا في الجو بشكل مستقل. for long periods of time لفترات طويله من الوقت. see section 1.3 اللي هي السابق اللي شرح فيها عن هاي الطياره. بقول by autonomous we mean that there is no interaction with human ground controllers، يعني ما في اي تواصل او تفاعل مع الناس اللي موجودين على الارض، يعني هي طائره بتطير اوتونوماسلي وفق برنامج موضوع فيها. sketch a block diagram of an autonomous UVA unmanned aerial vehicle that is tasked for crop monitoring using aerial photography، يعني بمعنى طيارة من هذا النوع عندها مهمتها إنها تصور كروب محصول and transmit photography وترسل and transmit the وين رحنا using aerial photography monitoring، يعني هي عم بتراقب المحصول using aerial photography عن طريق اللي هو التصوير الجوي هذا. The UAV must photograph and transmit the entire land area by flying a pre-specified trajectory. لاحظ لازم تطير في مسار محدد مسبقا. trajectory معناتها مسار. pre-specified محدد مسبقا as accurately as possible. يعني بمعنى بدك انت تعمل البلوك دايجرام هذا، بدك تكتب الكنترولر والاكتويتر والبروسيس. البروسيس اللي عندنا هي التصوير المحصول من اعلى بدقه متناهيه، هذا هو as accurately as possible معناتها بدقه متناهيه، يعني بمعنى الطائره بدها تطير في مسافات بحيث انها ما تهمل المناطق من المحصول ما تصورها بدقه. فانت بدك الان تعمل البلوك دايجرام لهذه العمليه وتقول شو الانبوت وشو الاوتبوت وشو الاكتويتر والكنترولر والبروسيس والسنسور. طبعا بدي اياكم تلاحظوا انه بصراحه هاي النوعيه من الاسئله، هو معطيكم ملاحظه في محل ما في هذا الكتاب، انه هاي النوعيه من الاسئله ممكن ناس مختلفين منكم
يعني يعملوا بلوك دياجرامز مختلفة، مش شرط الكل يكون مثل بعضه، ولكن إذا كان بيؤدي لنفس المضمون ما في مشكلة. يعني ممكن تكون تعابيركم فهمكم لعمق المسألة ممكن يكون بيختلف من واحد للثاني. حلو هاي المسائل وتطلعوا عليها يا شباب، حاولوا تحلوا قديش بتقدروا منها. الآن بعد الاكسرسايزز اللي هي بالعادة مسائل سهلة وتطبيقات على الموضوع بشكل مباشر، على الموضوع اللي درستوه بشكل مباشر، يعني هي بتشبه البروبلم، بتشبهها سوري الاكسرسايزز. لاحظوا أنا اكسرسايزز ار ستريت فورورد، هاي في بداية الاكسرسايزز بيقول لك they are straightforward applications of the concepts of the chapter، يعني بمعنى هي تطبيقات مباشرة على الأفكار اللي في هذا الشابتر. لاحظوا أنا بقول لك the following systems can be described by a block diagram showing the cause-effect relationship and the feedback if present. إذا كان في feedback، مش دائما في عندنا. Identify the function of each block and the desired input variable, output variable, and measured variable. Use figure 1-3 as a model where appropriate. يعني استخدم الفيجر رقم 1-3 اللي هو الفيجر اللي عرضنا عليكم سابقا اللي هو فيه الأربعة بلوكس، ثلاثة في الفورورد باث وواحد في الفيدباك لوب. طيب هل ها هنا إذا تطبيقات مباشرة عندنا على الموضوع. لو جينا بعد ذلك ل بطل بده ينزل، طيب نغير. هذه صفحة 49، هذا نروح على الصفحة ما يطلع هيك. هذه إذا ملاحظين هون مجموعة ثانية بعد الاكسرسايزز يا جماعة بيجي لنا إيش اسمه البروبلمز. البروبلمز برمز لها في P11. هذه عندنا مسائل بكل problems require extending the concepts of this chapter to new situations، يعني بمعنى انه فيها استنتاجات، يعني مش تطبيق مباشر، تطبيق في افكار شوي اضافيه غير التطبيق المباشر. طبعا راح تلاحظوا انه بصراحه مش من الاشياء الصعبه عليكم، بتقدروا يعني تحلوها بشكل سهل. طيب بعد البروبلمز يا جماعه في عندنا هاي ال 19، لا 9 مش 19، هي 10 12 13 14 زي ما انتم معطين هون 15 20 21 27. ماشي، بعد 27 بيجي لنا شيء عنوان اسمه advanced problems. هذا في advanced problems represent problems of increasing complexity، يعني بمعنى مسائل فيها اكثر تعقيدا. طيب هذا الـ Advanced Problems برمز لها في الـ AP زي ما انتم شايفين هون AP 1.1 1.2 1.3 وانا هون 1.4. طيب 1.6 اخر شيء هون بيجي بيقول Design Problems. Design Problems هاي سي دي بكل Design Problems emphasize the design task، يعني في عملية تصميم، هو بيقول لك صمم control system. Continuous design problems اللي CDP continuous design problems زي هاي build upon a design problem from chapter to chapter، يعني بمعنى في عنده نوع من البروبلمز راح يضل ماسكها من اول شابتر لاخر ويصير يطور فيه، زي هذا مثلا الاول اللي هو increasingly strength، شو هاي stringent، شايفها منيح انا stringent requirements of modern high precision machinery، آلات عالية الدقة are placing increasing demand on slide system. طيب هذا النوع هذا اللي هو اللي مبين عندكم هون بحكي عنه يمكن CDB11، هذا اللي هو machine tool with table، آلة للقطع هاي أو للحفر،
مع طيب. فهذا لما يكون كاتب لك هون السي دي بي اللي هو continuous design problem، يعني design problem مستمرة تيجي في الشابتر اللي بعده واللي بعده وهكذا. هنا الدي بي 1 3 1 4 1 5 لي design problems بكمل للآخر. هاي design problems. طيب بعدها الأنواع بظن هيك خلصنا. طيب إذا في عنا الإكسرسايزز وفي عنا البروبلمز وفي عنا ديزاين بروبلمز وفي عنا كونتينيوس ديزاين بروبلمز موجودين في كل في نهاية كل تشابتر. لذلك اطلعوا على الأسئلة أنتم وحاولوا إنه تحلوا على الأقل يعني مسائل من كل نوع من هاي الأنواع المختلفة. بعد هذا التشابتر بنيجي لتشابتر 2. في حدا فيكم عنده أي أسئلة على تشابتر 1؟ شباب صبايا. طيب الان شابتر 2 عنوانه ماثيماتيكال مودلز اوف سيستمز، اللي هي التمثيل الرياضي للانظمه، الانظمه الكنترول طبعا التحكم المقصود فيها. وهذا الان الشابتر احنا رايحين ناخذه من النوت بوك، طبعا هي موجود في الكتاب زي ما انتم شايفين، ولكن احنا رايحين نشرحه من خلال دفتر الملاحظات هذا اللي راح يكون متوفر لكم على المودل. هلأ في chapter 2 هذا لاحظوا mathematically modeling physical systems is very important in the design and analysis of control systems. يعني حتى إحنا نصمم control systems ونحلل أدائها لابد من إنه نرجع للmathematical modeling، يعني بمعنى تيجي على النظام الفيزيائي اللي هو عبارة مثلا عن تحكم في قشطان بتلف مثلا، ولا تحكم في سرعة موتور بدك تكتب معادلة رياضية، أو بدك تتحكم في الشحن على أطراف RLC circuit برضو بدك تكتب معادلة رياضية. هذا كتابة المعادلة الرياضية لنظام سواء كهربائي ولا ميكانيكي ولا غيره هو بنسميه mathematical representation or modeling، mathematical modeling of physical systems. طيب لاحظوا the dynamic behavior is generally described by ordinary differential equations. هلا احنا رايحين نتناول أنظمة بشكل أساسي بحركة، يعني هي مستمرة في الحركة أو بتكون تتحرك مش ساكنة، هذا بنسميه دايناميك أو فيها حركة، يعني بالشرط هي بتصير ولكن ممكن فيها آلات بتتحرك، موتورات بتلف وهكذا. الآن حتى توصف تصرفها هذا الدايناميك اللي هو المتحرك بالعادة بلزمك معادلات differential equations، معادلات تفاضلية، لأنه التفاضل تعرفوه بيرمز للتغيرات. طيب مرات كثيرة بيطلع معانا الإكواجنز بيطلعوا نون لينير غير خطية. طيب شو يعني؟ بنقول لك إنه لازم في هذا الحال نعمل linearization أو linear approximation of non linear systems. ليش؟ لأنه أحد وسائل الحل اللي بنستخدمها هي نحول للابلاس للاس دومين. الان اذا بتتذكروا اللابلاس بنعمل بالعاده على لينير ايكويشنز، ما بنعمل لنان لينير ايكويشنز. طيب شو يعني لينير وشو يعني نان لينير وكيف نعمل هذا الحكي؟ رايحين نتعرف عليه للامام. بعدين في عندنا هذه قصه اللابلاس ترانسفورم، احنا رايحين نستعملها لحل المعادلات، لانه الديفرنشال ايكويشنز اللي بتطلع معنا هون هذه بالعادة حلها مش دائما سهل، مرات بيطلع معنا differential equation حلها بيطلع يعني انك تحلها عملية صعبة، فلذلك رايحين نستعين باللابلاس ترانسفورم عشان نحول المعادلات differential equations ل نحولها للاس دومين، بدها تبقى لينير عشان تقدر تحولها للاس دومين. في الاس دومين بدك طلع المتغير، طبعا بتختفي عندك التكاملات والتفاضلات لما تروح للاس دومين، ورايحين نفرجيكم بعد شوي نذكركم في اللابلاس. ولما بتصير هناك بصير بتطلع المتغير اللي بدك اياه بشكل اسهل، ولكن بيطلع معك في الاس دومين. بعد هيك لازم ترجع للتايم دومين، فبلزمك الانفرس لابلاس ترانسفورم عشان ترجع للاس دومين للتايم دومين من الاس دومين. الآن هذه العملية ممكن يعني تكون في بعض الأحيان صعبة، ولكنها في بعض الأحيان بتحل مسائل مش ممكن تقدر تحلها في التايم دومين مباشرة. طيب
عشان هيك بتيجي فكره انه بنستعمل او بنتعامل مع لينير سيستمز. بعد هيك ماشي بنحكي عن موضوع اخر اللي هو موضوع العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت. في الاس دومين لما تصير انت في الاس دومين اذا قسمت الاوتبوت على الانبوت هذا بنسميه ترانسفير فانكشن، رايحين نيجي له ايضا لاحقا. هلا رايحين نمثل الانظمه التحكم هذه نوعين تمثيل في هذا الشابتر اللي هو البلوك دايجرامز. بعد ما نعمل الماثيماتيكال ريبريزنتيشن يعني المثل الرياضيا بنروح على الاس دومين. في الاس دومين رايحين نستعمل تمثيلين بالرسم اللي هم البلوك دايجرام والسيجنال فلو جراف، كلاهما يعني بيشبهوا بعض الى حد بعيد. طيب خلينا الان معناته نمشي وناخذ سيستم، احد السيستمز البسيطه زي هذا السيستم اللي امامكم. هذا عباره عن نابض او زمبرك، في عليه ماس من فوق، ماس كتلي، وانت بدك تلفه من تحت هون، بدك تلف عشان تلف الكتله اللي فوق هذه. الان لاحظوا هذه الماس ام، عشان نلفها بنلف الزمرك من تحت. هاي العمليه بنسميها تورشنال بروسيس اللي هي عمليه دورانيه او التوائيه. تورشنال يعني بدك تلف من هون انت. الان راح يصير في التواء في هذا النابض او الزمبرك، وبعد ذلك راح ينقل الحركه لفوق. الان هذا السيستم كله ممكن يطلق عليه تورشنال سبرينج ماس او تورشنال سبرينج ماس سيستم. تورشنال سبرينج ماس سيستم ماشي. هلا هون بدنا نحاول نكتب له معادله، يعني لو واحد اعطاك سيستم زي هاي وبدك تكتب له معادله، بالحقيقه المعادله هاي لهذا النوع من السيستمز بسيطه. الان افترض انه احنا مارسنا عليه هون تي اي تورك اوف تي، وبتغير ممكن يكون فانكشن اوف تايم تي اي، عملنا عليه تورك، تورك يعني دوران، هاي عزم دوران. از ان ابلايد تورك ماشي. طيب الان الاسامبشن بقول لك سبرينج ماس اور تورشنال سبرينج از ماسلس. هلا في تقريب اول، وهذا التقريب بفيدنا بانه يطلع معنا الايكويشن لينير، انه السبرينج هذا نفسه الزومبرك مفترضينه انه ماسلس يعني بدون وزن، لانه لو له وزن راح ياثر على المعادلات اللي بدنا نكتبها، فبدنا نفترض انه ما له وزن. وهذا التقريب يخلي لنا الايكويشن خطيه لينير. طيب الان لاحظ تي اس اللي هو التورك اللي بصير على الجهه الفوق، وهذا اذا ملاحظين هذا فرع بي هون، هذا بنسميه الفري بادي دايجرام للسبرينج، يعني بناخذ السبرينج لحاله بنحط القوه اللي بتاثر عليه. الان اثر عليه من هاي الجهه تورك اسمه تي اي، باثر عليه من هاي الجهه تورك اسمه تي اس، او بنتقل التورك اللي انت مارسته على هاي الجهه للجهه الثانيه بدنا نسميه تي اس. الآن لاحظوا بيقول تي اس از ذا تورك ترانسميتد تو ذا ماس ام، هذا التورك اللي بصير هون، طبعا هو التورك اللي بنأثر فيه على الماس ام عشان ندورها. وانتم بتعرفوا من الفيزياء انه اذا كنت بتأثر على هاي الماس في تورك بهذا الاتجاه فهي بتأثر عليك بتورك بالاتجاه المعاكس، مش مرسوم هنا، وانا مرسوم بس التورك اللي احنا بنأثر فيه على الماس. طيب الآن sum of torques equal zero، لانه السيستم هذا مجموع التورك اللي عليه بيساوي صفر، فتي اي ناقص تي اس بيساوي زيرو، او تي اي بتساوي تي اس ماشي. الان تي اي لاحظ بما انه تي اي التورك اللي هون بيساوي التورك اللي هون انتقل، اذا بنقول التورك از ترانسميتد ثرو ذا سبرينج، يعني بمعنى انتقل التورك اللي من تحت لفوق ماشي. هلا لما نقول is transmitted through the spring، يعني through، لاحظوا لي كلمة through مكتوب محطوط تحت خط. هلا التورك بنسميه is a through variable، يعني هو متغير عابر، through عابر، يعني بمعنى ما اختلف التورك اللي مارسناه هون انتقل لهون فهو ما اتغير. طيب شو يعني تغير؟ ليش هو متوقع يتغير؟ بنقول لك في اشياء كثيره بتتغير. لو بتطلع هون مثلا على ال W، هاي ال WA اللي هي ممكن هذه تكون الانجولار بالنسبة لنا ريت ديفرنس، يعني بمعنى افترض انك لفيت بزاوية، انت هون زاوية قيمتها W، يعني بمعنى مسكت طرف الزمرك من هون ولفيت بزاوية. الان راح تلاحظ اكيد او راح
فكر الآن بما أنه مربوط عليها ماس، الزاوية اللي فوق مش راح تكون نفس الزاوية اللي تحت. لاحظوا إذا كانت الماس هاي مشبوكة هون ومثبتة على الزومبراك وأنت لفيت من هون، فأنت بتتوقع أنه هون مثلا تلف بزاوية 20 درجة، هون ممكن تلف معك 15 درجة أو 14. طيب وين راح الفرق؟ الفرق راح تلاحظ أنه نفسه الزومبراك هذا هو التوى، التوى يعني راح يصير فيه هو نفسه ديفورميشن اللي هو إعادة تشكيل، عشان هيك يعني بنسميها تورشنال العملية. طيب الآن إذا كان عندك بالطرف التحتاني في زاوية ما والطرف الفوقاني زاوية أخرى والزاوية مش نفسها، فلاحظ أن الزاوية ما انتقلت نفسها من فوق لتحت، مع أنه في علاقة، يعني إذا هذه زادت لفوق بتزيد، إذا زادت لتحت بتزيد لفوق، وإذا قلت لتحت بتقل لفوق، إلا أنه مش متساويتين لأنه بصير في التواء في سبرينج نفسه. إذا التورك انتقل مثل ما هو، عشان هيك بنسميه ثرو فاريبل. وعندك هذا الأوميجا اللي هي الزاوية أو الأنجولار ريت ديفرنس اللي هو الفرق أو معدل الفرق الزاوي، الزاوي بنسميه مش متساوي، هاي الـ WS لا تساوي الـ WA، والالتواء اللي صار على الزومبرك بيساوي الـ WS ناقص الـ WA. الآن this is measured across the spring، يعني بمعنى إذا بدك تشوف قديش الفرق في الالتواء ما بين هون وهون، بتقيس الالتواء اللي صار من تحت والالتواء اللي صار من فوق، والفرق ما بينهم هو الالتواء اللي صار على الزمبرك. فكونك بتقيس على الطرفين هذا you are measuring across the spring، فهذا بنسميه across variable. لاحظ التورك بنسميه through variable، بينما الانجولار ريت ديفرنس هذا بنسميه across variable. الآن عشان ما تتخربشوا كثير، بتعرفوا بتطبيقات الكهرباء إذا مر تيار في مقاومة، فالتيار اللي بيدخل على المقاومة هو نفس التيار اللي بيخرج من المقاومة، فهذا بنسميه through variable. التيار في مقاومة أو حتى في إندكتر أو في كاباسيتر بنسميه through variable. ولكن الفرق الجهد، لاحظ أنه لما بمر تيار في مقاومة بيعمل عليها فولتج دروب، يعني بمعنى المقاومة نفسها بتاخذ جزء من الجهد، يعني الجهد اللي دخل مش نفس الجهد اللي خرج. وإذا بدك تعمل فرق الجهد بتعرف هو الجهد اللي دخل ناقص الجهد اللي خرج، فلذلك هذا الجهد، فرق الجهد بنسميه across variable. لذلك مرات كثيرة أنت ممكن تسمع أنه نقول the current through the capacitor or the inductor or the resistor and we say the voltage across the capacitor or the resistor or the inductor. لذلك الفولتية بنسميها across variable لأنه بصير تغير ما بين بداية العنصر ونهايته، بينما التيار بنسميه ثرو فاريبل. هذه فكره الثرو والاكروس، وبدي اياكم يعني على الاقل تتعرف على هاي المصطلحات، شو معنى ثرو فاريبل وشو معنى اكروس فاريبل. المتغير اللي لا يتغير هذا كقيمه ما بين البدايه والنهايه، طبعا هو متغير ليش؟ لانه بيعتمد على الزمن، بس قيمته في البدايه العنصر ونهايه العنصر لا تختلف، هذا بنسميه ثرو فاريبل. وان كانت قيمته بين بدايه العنصر ونهايه العنصر بتختلف بنسميه اكروس variable. في عنا بالكتاب معطيكم مجموعة كبيرة من الثرو variables والأكروس variables، أنا بصراحة ما بدي أركز عليها كثير لأنه مش راح نستعملها كثير في دراستنا في هذا الشابتر أو في هذا الكورس كله. بجوز هاي المرة الوحيدة راح تسمعوا فيها عن الثرو variables والأكروس variables. طيب الآن هاي المعادلات اللي كتبناها معادلات خطية بالمناسبة، هاي يعني بمعنى هاي المعادلة هاي وهي المعادلة، هاي معادلات خطية بنسميها، لاحظوا معادلات بسيطة اللي هي تي اي بتساوي تي اس و دبليو تي اللي هي الالتواء اللي بصير على الزومبرك نفسه هذا بيساوي دبليو اي ماينس دبليو اس او دبليو اس ماينس دبليو اي في القيم المطلقة، هذا كله مش مهم. طيب لاحظوا يا جماعة مثال آخر، وهذا المثال رايحين يعني نستعمله ونركز عليه لأنه مفهوم بجوز أكثر بالنسبة لكم. في عندنا spring mass damper system، spring اللي هو الزمبرك هذا، وفي له ثابت اسمه K أو قيمته K، هذا ثابت النابض أو الزمبرك أو spring بالإنجليزي. والماس في عندنا هي ماس كتلة M كيلوغرام مثلا، وفي عندنا الدامبر، الدامبر اللي هو الاحتكاك اللي بصير ما بين الماس هاي وما بين الأسطح اللي بتلامسها هون من السيستم الخارجي. إذا بدكم تتخيلوا شو هذا الوضع، ممكن أنت تتخيلوا على أنه
مثلا الماس هاي ممكن تشوف عليها اسطواني، لاحظوا هاي ممكن تكون اسطواني زي علبة الكولا مثلا الحديد، موجودة الماس جوا اسطواني اخرى، والاسطوانة هاي الثانية ممكن تكون محشورة عليها يعني بلامسن بعض، انت بتسحب اسطوانتين جوا بعض، يعني بجوز بتشوف السرنجي اللي بيسحبوا فيها الدواء من علبة الدواء او اللي بيعطوا فيها ابرة للمريض، السرنجي هذه هي عبارة عن اسطوانة داخل اسطوانة، وانت بتعرف انه لما بتسحب الاسطوانة بتعمل احتكاك مع جدران الاسطوانة الخارجية اللي ملامستها. طيب الان هذا شيء مثلها، هذا مقطع فيه بفرجيك هون مستطيل هذا وكأنه، الآن هذا الماس اللي هون الجسم مربوط في زنبرك هون له معامل قيمته كي، الاحتكاك اللي ما بين الأسطوانة الداخلية والخارجية هاي الأسطوانة اللي هون اسمه أو قيمة الاحتكاك هذا ثابت، الاحتكاك بنسميه أو معامل الاحتكاك بي. طيب هذا السيستم وهو في وضع السكون، افترض إنه هاي مسافته هيك محطوط وإحنا مش صايبينه، هاي النقطة سميها المرجع تبعك صفر، والمسافة منها سميها واي، إذا كانت لتحت فواي موجبة، وإذا كانت لفوق واي سالبة، يعني معنى إذا تحركنا 10 سم لتحت بيكون عندك المسافة واي بتساوي 10 سم، وإذا ضغطنا الزنبرك لفوق ورجعنا بمقدار 10 سم بتصير واي تساوي ناقص 10 سم. إذا الحركة لفوق خليها سالبة، الحركة لتحت خليها موجبة، تقدر تفترض العكس إذا حبيت، مش القصة. طيب جينا اثرنا على هالماس هاي بقوه ار اوف تي لتحت، شديناها لتحت، قلنا لك هات نكتب معادله الماس هاي حتى نشوف واي از ا فانكشن اوف تي، يعني كيف راح تصير المسافه واي ك اقتران في الزمن. الان بدي اقول لكم انه افترض انه شدينا الماس وتركناها، شديناها وتركناها، يعني اثرنا عليها لفتره محدده ثم تركنا التاثير وخليناها تحت تأثير الاحتكاك والزنبرك والماس مع الجاذبية الأرضية. طبعا بتعرفوا الماس له علاقة في الجاذبية الأرضية. الآن إذا شدينا وتركناها فراح يصير في عنا احنا بنتوقع انه الحركة تبقى اوسيليتوري، يعني اوسيليشن، ممكن هذا الزنبرك يعمل اوسيليشن في الماس. القوة الآن اللي بتأثر على الماس هذه لاحظوا الزنبرك لفوق وقيمة القوة اللي بأثر فيها بتساوي K في Y، K في Y اللي هي distance مسافة. الاحتكاك بأثر بقوة قيمتها B في Y برايم مشتقة ال Y، هاي ال Y دوت هي مشتقة ال Y، وهي طبعا velocity لأنه بتعرفوا مشتقة المسافة اللي هو السرعة. إذا عندك هون ال B في واي دوت او البي في في. طيب وفي عندنا هنا تاثير ار لتحت بتاثر الفورس اللي احنا اثرنا فيها، طبعا في عندي كمان تاثير الجاذبيه الارضيه اللي هو الماس مضروبه في دي في باي دي تي، او الماس مضروب في التسارع، طبعا زي ما بتعرف التسارع هو بيساوي مشتقه السرعه والسرعه بتساوي مشتقه المسافه، فممكن تكتب التاثير الجاذبيه الارضيه لتحت بيساوي ام في دي 2 واي باي دي تي سكويرد. طيب الان لاحظ لو بدنا نكتب نيوتنز سكند لو للفري بودي دايجرام هذا اوف ام ماس ام، في عندنا ام اولا تاثير الجاذبيه الارضيه اللي هو ام دي 2 واي باي دي تي سكويرد زائد في عندنا البي اللي هو الاحتكاك في دي واي باي دي تي زائد كي في واي اوف تي بيساوي كله R of T. طيب M D2Y by DT squared اللي هو تأثير الماس زائد تأثير الاحتكاك زائد تأثير spring مع بعض كلهم بيساوي ال R of T. Where K is the spring constant and B is the friction constant. ال K اللي هو ثابت الزمبرك هذا، وال B اللي هي ثابت الاحتكاك. بقول the equation is a second order linear constant coefficient differential equation، هاي الأوصاف اللي بدنا نوصف فيها هاي المعادلة اللي هو إيش؟ لاحظ is a second order، ليش second order؟ لأنه فيها مشتقة من الدرجة الثانية بنسميها second order linear خطية، ليش؟ لأنه فيها constant coefficient، constant coefficient هذه M
أو بالأحرى خطيه هي، لأنه افترضنا هنا أنه الماس هذا سوري، افترضنا أنه سبرينج ماسلس، يعني بمعنى حطينا هاي المعادلة، هاي تناسب خطي ما بين القوة وما بين مشتقة المسافة، وهي بالحقيقة مش هيك، يعني إذا بدك إياها بدقة أكبر هي مش هيك. وكمان هون افترضنا أنه تأثير الفريكشن أيضا تأثير خطي هو بالعادة مش هيك، بجوز أنتم بتعرفوا أنه الفريكشن قيمته بتتغير، وهذا الحكي بتقدر أنت تعرفه لو بدك تجر صندوق على أرض خشنة أو بدك تدفعه. بتعرف أنه في البداية بيكون تحريك الصندوق صعب، ولكن مجرد ما مشى الصندوق بتصير الحركة أسهل، وكل ما أسرعت كل ما خفت قيمة الاحتكاك أو قيمة تأثير الاحتكاك، مما يعني إنه الفريكشن بيعتمد على السرعة، بس إحنا هون افترضنا إنه الفريكشن لا يعتمد على السرعة، عشان هيك عملنا خطي في هاي. هون هذا بالنسبة لسبرينج، سبرينج اللي هو افترضنا إنه تأثيره هاي الفريكشن يا جماعة، ما فيش إذا أنا خربشت في الحكي بين هاي وهاي، بس هذا هو الفريكشن عندنا، وهذا عندنا الكي اللي هو الما الكونستانت تبع سبرينج. وهذا ايضا بالحقيقه لو كان الزومبرك مش خفيف كثير بيكون هذا مش لينير، فاحنا مفترضينه لينير هون. طيب ليش سميناها كونستانت كوفيشنت؟ لانه لاحظ الماس ما بتتغير، الماس ثابته ما بتتغير، هاي الكوفيشنت الاول، البي ثابت ما بيتغير، الكي ثابت ما بيتغير، فبنسميه كونستانت كوفيشنت، يعني كل الكوفيشنت كونستانت. ديفرنشال ايكويشن اللي معادله تفاضليه لانه فيها مشتقه اولى بتكفي عشان تكون عندنا معادله تفاضليه، بس فيها ايضا مشتقه ثانيه. طيب ماشي، هاي المعادله رح نيجي لها بعد شوي. هاي هيك على فكره بالمناسبه يا شباب يا صبايا، انت مجرد ما كتبت هاي المعادله بتكون عملت mathematical representation for this physical system. واضح الفكرة؟ جماعة سامعيني انتو؟ اه دكتور معك واضحة. طيب احنا هيك عملنا mathematical modeling او representation لهذا الميكانيكال سيستم. هلا بدي افرجيكم انه هذا الميكانيكال سيستم اللي شفتوه له spring mass damper سيستم، هذا بيشبه الـ RLC circuit. كيف بيشبهها؟ هاتوا تمنا نكتب المعادلة تبعت الـ RLC circuit. تفترض أنه في عندك تيار هون قيمته R of T، هاي تيار هون لاحظوا تيار R of T، وفي عندك هون resistor وكباسيتر وإندكتر. الآن لو بدك تيجي تحسب التيار اللي بمر من خلال لو طبقت الـ KCL هون، تقدر تقول التيار اللي هو R of T بيساوي الاي ار زائد الاي سي زائد الاي ال، هذول كلهم مع بعض بيساوي التيار الكلي اللي هو ار اوف تي، هاي كي سي ال. طيب الان التيار اي ار هو عبارة عن الفولتي في اوف تي، لاحظوا هذه كل العناصر اللي عندك هنا على التوازي فعليهم فولتي واحد، في تي على ار هون بعطيك هذا التيار اي ار. طيب التيار اي سي، هذا الكباسيتر هنا سي، التيار اللي بمر من خلاله اي سي بتساوي سي دي في باي دي تي، ايو سي دي في باي دي تي. طيب التيار المر في الاندكتر ال هذا هو واحد على ال في التكامل للفولتي، هذا هو تيار اي ال. ممتاز، لاحظوا صارت في عندك هاي المعادله فيها بدنا المطلوب نوجد الفي اوف تي، في الفي اوف تي موجوده، مشتقه الفي اوف تي وتكامل الفي اوف تي، هذا النوع من المعادلات بنسميه انتجرو ديفرنشال ايكويشن، اللي هي المعادلة الانتجرو ديفرنشال، فيها انتجريشن وفيها ديفرنشيشن. طيب الآن هيك أنت أيضا كتبت المعادلة تبعت الـ RLC circuit. ليش متشابهتين المعادلتين، أو ليش هذا السيستم الكهربائي بيشبه السيستم الميكانيكي اللي قبله؟
هلا بنعلق لكم عليه بعد شوي، نفرجيكم كيف انهم بيشبهوا بعض. طيب ولكن لو بدنا نيجي نحل المعادله الاولى هاي تبعت الميكانيكال سيستم، تحليلها بيعني انه بدك توجد الواي اوف تي. الان هذه المعادله لاحظ فيها المشتقه الاولى فيها واي اوف تي نفسه، فيها المشتقه الاولى له، فيها المشتقه الثانيه له. بقيه الاشياء معروفه في هذه المعادله، الماس معروفه، الفريكشن كونستانت معروف، والسبرينج كونستانت معروف، والار اوف تي الابلايد فورس معروف. الان بصف بدك توجد الواي اوف تي. في الرياضيات قالوا لنا انه حل مثل هيك معادله بالعاده باخذ هذا الشكل، واي اوف تي بتساوي كي 1 اي 2 ماينس الفا 1 تي في ساين البيتا 1 او البي 1 تي بلس ثيتا 1. طيب بالحقيقه الالفا والبيتا والثيتا بيكونوا بالعاده لهم معطيات قوانين، ما بدي ادخل فيهم الان، ولكن اللي بيهمني تعرفوه انه اذا هذا هو شكل الحل، هذا شو هو اللي قدامنا؟ مش شيء بخوف. اللي قدامنا هو عبارة عن نقدر نتعامل معه على انه يعني حاصل ضرب اقترانين. الاقتران الاول هذا، وهذا عبارة عن exponential decay. اذا كانت الالفا واحد موجبة نفسها موجبة، فالاي للناقص الفا واحد تي ناقص، بقول لك انه هذا exponential decay ببلش من عند الكي وبتناقص. يعني بمعنى لو بدك ترسمه هذا، ترسمه هيك من هون ببلش من عند الكي واحد، بصير يتناقص بشكل اكسبوننشال، ويروح باتجاه الزيرو. امتى راح يوصل الزيرو؟ لما التي هاي بتصير انفينيتي، يعني معنى مع مرور الوقت. هذا لاحظوا الوقت هنا بتزايد. الآن لما بنوصل للإنفينيتي بصير عندنا التي بيساوي، بصير عندنا هذا الفانكشن بالمس الصفر. ليش؟ لأنه اي تو ماينس إنفينيتي بتساوي زيرو. طيب الجزء الثاني لاحظ هو ساين، ساين هاي الفريكونسي تبعته، وهذه زاوية الإزاحة. فالآن لو بدك ترسمه ممكن تيجي ترسمه بالشكل هذا، تقول لي طبعا ثيتا واحد تاني ازاحها هون، بلس ثيتا واحد تاني ازاحها للشمال، فممكن يطلع معك هيك الوضع. طيب وهذا يا شباب ويا صبايا عندنا ساين ويف، هاي الثابته المسافه، هاي الثابته. الان لاحظوا الواي اوف تي لا هو الابيض ولا هو الاحمر، وانما حاصل الضرب. الان حاصل الضرب بينهم شو بيعطي؟ بيعطيك شيء زي هذا، اللي هو لما تضرب هذا في هذا بيعطيك ساينوسويدال ديكاينج، او سوري اكسبوننشال ديكاينج ساينوسويد. وهكذا اذا هون في عندنا exponentially decaying sinusoid. اذا بتضرب هذا في هذا مع بعض بيعطيك sinusoidally decaying، سوري exponentially decaying sinusoid، exponential or exponentially decaying sinusoid. ممتاز. هذا ايضا الفانكشن اخذنا في السيركت كثير وركزنا عليه. الان هذا هو التصرف تبع الماس. طيب شو يعني هذا؟ شو يعني؟ يعني اذا بترجع هون للماس، هذا بقول لك انه الماس راح تعمل اوسيليشن هيك، والاوسيليشن تبعها راح يصير يتضاءل، بمعنى تخف الحركه تعمل انه يرجع يستقر. طيب ماشي، هاتوا دائما نشوف بالنسبه للار ال سي سيركت هاي المعادله ايضا، هاي حلها تعون الرياضيات قالوا لنا انه حلها بيطلع على الشكل كي 2 اي 2 ماينس الفا 2 تي في كوساين البي 2 تي ماي اور بلس ثيتا 2. طيب هذا بالحقيقه الحل بيشبه هذا الحل كثير، يعني هذا في كونستانت كي 1، هذا كونستانت كي 2، هون اي 2 ماينس الفا 1 تي، هون اي 2 ماينس الفا 2 تي، وهنا مضروب في الساين، هون مضروب في الكوساين، بس هذا الفرق الوحيد. وانتم زي ما بتعرفوا الساين والكوساين هم بصراحه متشابهين، بينهم ازاحه مقدارها 90 درجه فقط. الان ممكن الثيتا 1 والثيتا 2 اصلا يعني يكونوا هم بيعملوا الساين كوساين او الكوساين ساين، فلذلك يعني ما في فرق، هو عباره عن كوساين ويف ايضا بتتناقص بشكل اكسبوننشال.
الحل للثاني. هذا ايش هو؟ هذا الفولتي على اطراف الدائره هاي، يعني بمعنى لو جيت انت قست الفولتي هون وهذا الموجب وهذا السالب، راح تلقى ان الفولتي بتتصرف بهذا الشكل، هيك تتناقص بتروح على السالب، تتزايد على الموجب، تتناقص على السالب، وهكذا. الان هاي عمليه الاوسيليشن يا شباب لو امتى بتستمر؟ بتستمر بصراحه للما لا نهايه، بس بعد شوي بتبطل محسوسه. ليش؟ لانه بتصير عندك الترددات الامبليتيود تبعهم صغير كثير، فبتبطل تحس في التغيرات اللي بتصير على الساين ويف مع المده، بتبطل تحس في التغيرات اللي بتصير على الساين ويف. طيب هل هذا هو السبب اللي خلانا نقول انه في تشابه؟ لا بصراحه مش هذا السبب، رايحين نفرجيكم بعد شوي. لاحظ the response of an underdamped system is shown in figure 2-4. الان هذا الunderdamped response وهذا هون الunderdamped response. هلا في عندنا احنا غير الunderdamped، في عندنا زي ما بتعرفوا من ايام السيركت، في عندنا الكريتيكالي دامب وفي عندنا الاوفر دامب، وكنا ايامها نقارن الالفا مع الاوميجا نود اللي كانت هون بدل البيتا اوميجا نود، فكنا نحسب الالفا والاوميجا نود ونقول اذا هذه اكبر من هذه او اصغر منها او بتساويها بيعطيك الحالات المختلفه اللي الاوفر دامب والاندر دامب والكريتيكالي دامب كيسز. طيب الان بيقول نوتس ذا سيميلاريتي، هسه بدنا نفرجيكم التشابه ما بين النظامين. نوتس ذا سيميلاريتي بتوين ذا ديفرنشال ايكويشنز اوف ذا تو سيستمز، ريبليس ديستانس اكسبريشن باي فيلوسيتي اكسبريشن ان ذا ميكانيكال سيستم. يعني في الميكانيكال سيستم بدل ما تستخدم الواي استخدم الفولتي في، سوري استخدم الفيلوسيتي في السرعه. الان شو العلاقه بين السرعه والمسافه؟ السرعه بتساوي مشتقه المسافه. فالان لو رجعت هون وحطيت هنا هذه بدل المشتقه المسافه هاي اللي هي دي واي باي دي تي، لو حطيت محلها في اللي هي فيلوسيتي، هاي كلها ممكن تحط محلها في اوف تي اللي هي السرعه. طيب وهنا محل دي 2 واي باي دي تي سكوير، هون ممكن تحط محلها دي في باي دي تي. طيب والاولى هاي هون الكي واي اوف تي، الواي الواي اوف تي هذه ممكن تحط محلها التكامل، التكامل تبع، لانه يعني ممكن تحطوا هنا كي في التكامل في اوف تي دي تي. الان لاحظ اذا هيك صار عندك بصير هذه ام دي في باي دي تي زائد بي في اوف تي زائد كي في التكامل الفي اوف تي دي تي. هذه لو قارنتها في المعادله اللي بعدها هون بتلقى انه متشابهات كثير. هاي المعادله، هاي عندك الفي اوف تي ومشتقة الفي اوف تي وتكامل الفي اوف تي. طيب هون اذا بتصير عندك المعادلة بالشكل التالي اللي هي الام دي في باي دي تي زائد بي في اوف تي زائد كيف التكامل من زيرو لتي للفي اوف تي دي تي بتساوي الار اوف تي. الان هون في، لاحظ هذا الفي عبارة عن فيلوسيتي والفي بهاي المعادلة هي الفولتج، ولكن اذا بصغر هيك عشان افرجيكم المعادلتين عشان تلاحظ قديش هم بيشبهوا بعض. هاي يا شباب هون عندك ال في اوف تي مضروبه في كونستانت قيمته 1 على ار، هون ال في اوف تي مضروبه وينها؟ هي ال في اوف تي مضروبه في كونستانت قيمته بي. لذلك لاحظ الريزستور والفريكشن بيشبهوا بعض الى حد ما في تصرفاتهم، يعني بمعنى هم نفسهم مضروبين في الفاريبل في، لا مش في مشتقته الاولى ولا مشتقته الثانيه ولا تكامله. فلذلك عندنا في علاقه بين الفريكشن اللي هو في الميكانيكال سيستم وما بين الريزيستنس في الالكتريكال سيستم. طيب كمان لاحظ عندك هنا سي دي في باي دي تي وهنا عندك ام دي في باي دي تي. لذلك السي والام هذول متناظرات، متغيرات متناظره. وفي عندنا ايضا هنا الكي في التكامل وهنا عندك 1 على ال في التكامل، مما يعني انه ال 1 على ال بتكافئ تقريبا الكي، او ال بتكافئ الكي عشان تقول سوري ال 1 على ال بتكافئ الكي. فلذلك يعني انت انتهيت في انتجرال ديفرنشال ايكويشن ايضا هون زي هون الانتجرال ديفرنشال ايكويشن. طيب الان نوتس
that V of T the velocity and V of T the voltage are equivalent variables بنسميهم analogous variables. بما انه لاحظ النظام الميكانيكي قدرت تمثله بهاي والنظام الكهربائي قدرت تمثله في المعادله اللي فوق والمعادلتين بيشبهوا بعض كثير فبنقول انه النظامين analogous. The mechanical and electrical systems are analogous systems يعني أنظمة متناظرة أو متشابهة. طيب بقول analogous systems with similar solutions exist for electrical, mechanical, thermal and fluid systems يعني معنى في أن حلول متناظرة موجودة للأنظمة المتناظرة من الأنظمة الكهربائية والميكانيكية وأنظمة الثيرمال اللي هي الحرارية وأنظمة الموائع هذول كلهم يعني بتلقى أنظمة متشابهة. لذلك يعني أنت ما تستغرب يا بني سواء شاب أو صبي ما تستغرب إنه واحد يجي يقول لك هاي الـ RLC circuit الدائرة هاي اللي أمامك هي تكافئ الـ spring mass damper system اللي أمامك هون. وهذا شيء يعني أنت الآن لما بتكتب معادلته بتحس إنه فعلا متشابهات لدرجة كبيرة. طيب الان هيك صرنا بنعرف نكتب الايكويشنز لميكانيكال سيستم لالكتريكال سيستم. الان بعد ما كتبت الايكويشنز عشان تحللهم طبعا احنا هون حطينا الحل لاحظوا الحل جبناه جاهز من تعون مختصين الرياضيات يعني احنا لما جبنا هذا الحل يا شباب ويا صبايا احنا الان ما فكرنا فيه بس بجوز مر علينا سابقا انه هاي هيك حل النظام الميكانيكي وهذا هو حل النظام الكهربائي. الآن ممكن أنت بتكون ما ممكن تكون ما بتعرف هاي الحلول. طيب بدك تحل أنت كامل بنقول لك تعال هون عشان نحل كامل خلينا نشوف شو أهمية اللابلاس ترانسفورم. بالحقيقة يا جماعة when physical systems are represented by linear equations لما الأنظمة الميكانيكية بنمثلها في معادلات linear it becomes possible to use the Laplace transform. بصير ممكن انك تستخدم Laplace transform. ايش هو Laplace transform؟ بقول C table 2 3. الان لو رجعنا هون ممكن افرجيكم اياه من السلايدات تبعون الكنترول سيستم هذا سكشن او chapter 2 هاي الفيجرز اللي كنا بنشتغل عليها. هذه هون بعطيك الاكروس والثرو فاريبلز هذا سبرينج ماس دامبر سيستم وهذه الار ال سي سيركت وهذه هي الاكسبوننشالي ديكينج ساينوسويد اللي بوصف في التصرف. الان هون اذا ملاحظين بنيجي لللابلاس ترانسفورم هذا التيبل مر معكم كثير بجوز هذا جزء اول منه رايحين نشوف الجزء الثاني اللي هو بالصفحه اللي بعده اللي هو هاي الصفحه بس هذول الصفحتين موجودات في كتابنا. الان هذا بفرجيك ازواج مرتبطه في بعضها في التايم دومين والاس دومين هاي التايم وهاي الاس هذا من الفانكشنز المشهوره جدا اللي هو الواي اوف تي يونت ستيب فانكشن هذا اليونت ستيب فانكشن اللابلاس تبعه واحد على اس. طيب في عندنا كمان الاكسبوننشال اي تو ماينس اي تي اللابلاس تبعه اللي هو واحد على S زائد A هاي واحد على S زائد A هذا بعطيك اللابلاس سوري بعطيك اللابلاس لهذا الفانكشن هيك مع هيك هذا الأشياء بلزمكم تبقوا حافظينهم لأنه رايحين نستعملهم كثير هنا. هلا ساين أوميجا تي لاحظ والكوساين أوميجا تي ساين أوميجا تي والكوساين أوميجا تي شو اللابلاس لهم؟ لاحظ وهذا ايضا هذول برهناهم كلهم على فكره ايام السيركت يعني انا متاكد سيجنالز ما درستها بس بظن برضه بمروا عليهم ولكن في الساين اوميجا تي والكوساين اوميجا تي هنا اذا ملاحظين نفس المقام اس تربيع زائد اوميجا تربيع في الحالتين ولكن اذا كان عندي ساين بيطلع معك اوميجا في البسط اذا كان كوساين بيطلع معك اس في البسط. طيب الآن إذا كان في عندك زي هيك تي للقوة N يعني تي تربيع أو تي تكعيب بدك تحولها للإس دومين فهذا بتعطيك مضروب الN
مضروب ال n اللي هو n فاكتوريال بنسميه، مضروب ال n اللي بتساوي n في n ناقص 1 في n ناقص 2 لحد ما نوصل للواحد. هذا هو المضروب، اي رقم يعني، مضروب الأربعة بيساوي 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1، مضروب العشرة بيساوي 10 في 9 في 8 في 7 في 6 بيضلك نازل للواحد، مضروب الثلاث بيساوي 3 ضرب 2 اللي هي 6 ضرب 1 6 وهكذا. اذا بيساوي الان فاكتوريال او فاكتوريال او مضروب الان في مقسوم على اس قوة ان زائد 1، يعني بمعنى لو كانت عندك تي قوة 4 فراح يطلع معك اللابلاس إلها بيساوي مضروب الأربعة اللي هي 4 في 3 في 2 في 1 مقسومة على اس قوة 5 وهكذا. فهذا هو اللابلاس ترانسفورم لهذا الترم الصغير. طيب الآن اللي بدي اياكم هنا تشوفوه اللي هو الاشتقاق. الاشتقاق إذا كان في عندي هنا اف بين قوسين هنا كي، يعني مشتق رقم كي للفانكشن اف اوف تي، ليه هي بنعبر عنها تعبير آخر، يعني هذا التعبيرين لنفس القيمة اللي هو دي كي اف اوف تي باي دي تي للقوة كي. لاحظ هذا بالنسبة لي مهم انك تعرف التعبير هذا، يعني احنا يا اما بتكون مثلا هيك اف، مرات بنقول اف برايم اوف تي يعني المشتقة الأولى، وهي نفسها ممكن مرات انك تستعمل هذا زي ما بستعمل كتابنا حاليا اف دوت اوف تي نفسها هاي هيك، وهنا بتحط نقطة. طيب هاي نقطة 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 سكرين، هاي الاف دوت اوف تي نفسها الاف برايم اوف تي. هلا في بعض الاحيان بكتبوها هيك اف وهنا بين قوسين واحد اوف تي، يعني المشتقة الاولى رقم واحد، هذا مش فتحة هيك اف واحد اوف تي، يعني المشتقة الاولى طلعوا بين قوسين مش لحالها الواحد، لانه بلاش اثنين بتصير اف تربيع، لا مش اف تربيع، اللي هي الاف بين قوسين اثنين يعني المشتقة الثانية. وهذه نفسها ايضا بتنكتب على شكل دي اف باي دي تي. طيب الان بدي اياكم تلاحظوا اذا بدك المشتقة الثانية ممكن تنكتب هيك اف دبل برايم اوف تي او اف دبل دوت اوف تي، او هنا بدل ما هي واحد بتصير عندنا اف 2 اوف تي، فبتيجي هون بتعمل هيك بين قوسين، انت لازم بين قوسين تكتب اف 2 اوف تي، او بتصير لاحظوا هاي بالنسبه لي مهمه اللي هي دي 2 اف في التعبير هيك دي 2 اف باي دي تي سكويرد، هنا التربيع عند الدي وهنا التربيع عند التي، فهيك بتنكتب، مش واحد يكتب لي دي اف تربيع غلط، هيك دي 2 اف باي دي تي سكويرد هذه نفس المعنى وهكذا اذا بدك الثالثه او الرابعه او الخامسه. طيب الان في حاله الاشتقاق كيف نعمل اللابلاس ترانسفورم؟ يعني اذا كان في عندك مشتقة فانكشن في التايم دومين وانت بتعرف اللابلاس ترانسفورم للفانكشن نفسه، بنقول لك اوجد اللابلاس ترانسفورم للمشتقة، شو بتعمل؟ بتيجي بتقول في عندنا قاعدة بجوز بتتذكروها من زمان، بتقول انه الاشتقاق في التايم دومين بكافي الضرب في اس في الاس دومين، اللي هو differentiation in the time domain is equivalent to multiplying by s in the s domain. كيف؟ بقول لك تعال إذا بدك توجد اللابلاس ترانسفورم للمشتقة k، يعني المشتقة الثانية أو المشتقة الثالثة أو المشتقة الرابعة لفانكشن ما، بقول لك بتضرب الفانكشن نفسه اللي هو اللابلاس تبعه، يعني أنت بتعرف اللابلاس لل f of t مش لمشتقته، بتعرف اللابلاس لل f of t، فبتضرب ال f of s نفسه في في s للقوة، والقوة هي مشابهة لهاي القوة، اللي إذا بدك المشتقة الثانية بتضرب في اس تربيع، إذا بدك المشتقة الثالثة تضرب في اس تكعيب وهكذا. طيب ماشي، هاي الترم الأول عرفناه، لاحظوا لي الترم الأول هو اللي رايحين نبني عليه بقية الترمز. الآن كيف بنكمل؟ بنكمل إنه بنحط إشارات ماينس، لاحظ هذه إشارة الماينس وهذه إشارة ماينس بين الحدود، إذا في عندنا إشارات ماينس ما عندنا إشارات بلس مطلقة. طيب بعد هيك شو؟ بعد إشارة الماينس بنقول لك لاحظ هنا الاس قوة كي اللي استعملتها
بعد انقل جيب الاس كو كي ناقص واحد، يعني بمعنى اذا كانت هون عندك اس تكعيب حط هون اس تربيع، اذا كانت هون اس كو 4 حط هون اس كو 3، اذا كانت هذه اس كو 500 هون بتحط اس الاس كو 499 وهكذا. طيب واللي بعدها اللي اصغر منها هاي الاس، خليني اقيم لكم هاي الاشارات الحمراء، لاحظوا هاي الاس كو كي، هاي الاس كو كي ناقص واحد، هاي الاس كو كي ناقص اثنين، وبظلك نازل تتوصل لاس كو صفر اللي هي واحد، اس كو صفر اللي هي واحد يا جماعة. طيب هون بعد ذلك هون لاحظوا هون في اس كو صفر اللي هي واحد هون. طيب وغيرها ماشي، هون كنا حاطين الاس دومين فانكشن، هلا بعدها عند الترم الثاني بنبلش في التايم دومين فانكشنز بس كارقام. هذا لاحظوا الاف اوف تي بس معوض محل التي زي محل التي زيرو، يعني بمعنى بيطلع معك رقم. طيب اللي بعده بقول لك اشتق الفانكشن في التايم دومين وبعدين عوض فيه الزيرو، بعدها اشتق الفانكشن المره الثانيه وعوض تي زيرو وهكذا. اذا صارت الانتقال يعني انك تكتب هذا الفانكشن من هذا، المفروض انه يبقى عندك مقدورك تمام. الان بدي اقول لك لو كانت هون الاف المشتقه الرابعه له بدك توجد لها اللابلاس ترانسفورم المشتقه الرابعه لفانكشن، بنقول لك بتعرف اللابلاس ترانسفورم للفانكشن الاصلي نفسه جيبه واضربه في اس هو 4، بعدها بتحط اشاره ناقص، بتحط اس تكعيب، بعدين بتجيب الفانكشن نفسه في التايم دومين بتعوض فيه الزيرو بيطلع معك رقم بتضربه في الاس تكعيب، بعدها بتقول اس تربيع، بعدين في المشتقه الاولى للفانكشن في التايم دومين وبعدين بتعوض في الزيرو بيطلع معك ايضا رقم، بعدين بتروح للاس هو واحد بعد الاس تربيع اس هو واحد في المشتقه الثانيه وبتعوض فيها الزيرو، بعدين اس هو صفر اللي هي واحد في المشتقه الثالثه وبتعوض فيها الزيرو وخلص. هيك بتكون اوجدت اللابلاس ترانسفورم لهذه. طيب معناته كيف واحد ممكن يجي يقول لي طب انت كيف بتقول انه الاشتقاق في التايم دومين بكافي الضرب في اس في الاس دومين؟ بنقول لك هذا بالحقيقه بصير عندنا مرات في حاله خاصه، يعني معنى اذا كانت هذه الاف اوف زيرو بتساوي زيرو، اذا كان الانيشال كونديشن بيساوي صفر، هذا مشتقته ايضا بتطلع صفر وكل مشتقاته بتطلع صفر، فكل هاي التيرمز بتروح على الزيرو، بصفي عندك بس هون اس قوة K مضروب في الاف اوف اس، ساعتها بتصير عندك المشتقة الأولى بتضرب في اس، المشتقة الثانية بتضرب في اس تربيع، المشتقة الثالثة بتضرب في اس تكعيب وهكذا، فبصير عندك عدد مرات الاشتقاق هون بكافي عدد مرات الضرب في اس هون، عشان هيك بنقول differentiation in the time domain is equivalent to multiplication by s in the s domain. طيب الآن شو كمان عندنا بهذا التيبل؟ في عندنا هون اللي هو هذه التيرمز ايضا، لاحظوا هذا التكامل، والتكامل هون انا بدي اقول لكم بصراحه هذا بدنا من الان نختصره هذا هيك. ليش؟ لانه احنا عندنا ما بدنا نعتبر الفانكشن معرف لتي اقل من زيرو، فبصير هذا كله زيرو، لانه التكامل من ماينس انفينيتي لزيرو بيساوي زيرو مش معرف. فبصفي عندك هون التكامل في التايم دومين بكافي القسم على اس في الاس دومين. يعني معنى هون كملت مره بتقسم على اس، كملت مرتين بتقسم على اس تربيع وهكذا. وهذا ايضا مبرهن في ايام السيركل. طيب الفانكشن اللي بعده بسيط كثير. هذا دائما نستخدمه وله خصوصيه بالحقيقه وله سر. اللي هو الدلتا اوف تي، الدلتا فانكشن في التايم دومين اللابلاس له بيساوي واحد. شو هو الدلتا فانكشن؟ زي ما بتعرفوا اللي هو بنسميه اليونت امبلس، وهذا اللي بيكون شكله هيك. هذا هو طبعا بيكون قبل الصفر صفر وبعد الصفر صفر، ولكن عند الصفر قيمته فقط، عند الصفر قيمته لا نهائيه، يعني it equals zero for all t does not equal to zero but it equals infinity at t equals zero and the integral or the area under the curve is equal to one. يعني التكامل من minus
انفينيتي لانفينيتي للدلتا اوف تي دي تي بيساوي واحد، يعني المساحه تحت المنحنى بتساوي واحد. طيب هذا هو الدلتا فانكشن، وهذا اللابلاس ترانسفورم له بيساوي زي ما انتم شايفين واحد. طيب شو كمان عندنا من الفانكشنز اللي بنحب انكم تعرفوها، اللي هو ال e to minus alpha t sin omega t. لاحظ الساين اوميجا تي لحاله طلع معنا اوميجا على اس تربيع زائد اوميجا تربيع. اذا انضرب في اي تو ماينس الفا او اور تو ماينس اي تي بصير محل الاس، بس محل الاس بتحط اس زائد اي. لاحظ هون اذا كانت عندك ماينس اي انت بتضيف على كل اس اي، بصير عندك اس زائد اي تربيع. بالنسبه للكوساين نفسه، الكوساين كان اصلا بيساوي اس على اس تربيع زائد اوميجا تربيع، لذلك محل كل اس بتحط اس زائد اي، فبصير عندك هنا بالمقام بدل ما هي اس اس زائد اي، وفي الوسط وفي المقام اللي هي اس زائد اي تربيع في اوميجا تربيع. طيب الان كل هاي التيرمز احنا بنحب تحفظوها من هون فما فوق والصفحه اللي قبلها، هاي التيرمز تكونوا حافظينها لانه بتستعملوها كثير. الان من هون فما دون مش مطلوب منكم تكونوا حافظينها، واذا لازم شيء من هاي التيرمز بنجيب لكم اياه، احنا بنجيب الجدول جاهز بحيث انكم تقدروا تستعملوه بشكل اسهل. في اسئله على اللابلاس؟ طيب بدي ارجع الان للمحاضره. هذه هاي شفنا اللابلاس ترانسفورم في تيبل 2-3. الان هاتوا تنا نشوف كيف بنقدر نستعمل اللابلاس ترانسفورم على الميكانيكال سيستم لو سبرينج ماس دامبر اللي كنا فيه قبل شويه، واللي كنا نفرض انه حله هيك جاينا من الرياضيات. الان هون الحل بدنا نستعمل اللابلاس، بنقول لك طيب هاي الايكويجن ام دي 2 باي دي ام دي 2 واي باي دي تي سكوير بلس بي دي واي باي دي تي بلس كي واي ايكوالز ار اوف تي. الان احنا شو عشان نحل هاي المعادله شو يعني المطلوب؟ مطلوب نوجد واي اوف تي، هاي هالواي اوف تي، هاي في عندنا مشتقة ال y of t مشتقة الثانية لها، وهي المشتقة الأولى هاي ال y of t. طيب في هيك حالات أحد الحلول المقترحة إنك تروح تحول المعادلة، المعادلة انتبهوا ما بدنا نحكي عن السيستم الآن، بس خلينا المعادلة اللي أمامنا هي نحولها للS domain. الترم الأول لاحظ في مشتقة ثانية ال m بنحطها زي ما هي لأنها constant، فبننقلها هون وافتح قوس وجوا القوس حط اللابلاس ترانسفورم لهاي، هاي المشتقه الثانيه بنضرب في اس تربيع، اذا اس تربيع في الواي اوف اس، هذا الواي اوف تي بنضرب هون في الواي اوف اس. بعدين تيجي هنا اشاره الماينس، ماينس بعدها بدل الاس تربيع هون بتصير اس، لاحظ وهون الاس بتصير واحد، لاحظ هنا. طيب الان هون بنستعمل الواي اوف زيرو، واي طلع واي تايم دومين اوف زيرو، وهون مشتقه الواي بنعوض فيها ايضا الزيرو، وهذا كله بنعمل بشكل سريع. طيب هيك بنكون عملنا كل هذا هو عبارة عن اللابلاس ترانسفورم، هذا كله هو اللابلاس ترانسفورم لهذا الجزء، ما تخافوا منه، المهم انك تبقى قادر تحوله، يعني مش هالقصة، هذا ما هو ارقام بس بنحط محله بتشوفه ما اسهل. طيب اللي بعده كيف بدك تعمل اللابلاس ترانسفورم للجزء الثاني اللي هو هذا؟ لاحظ البي بناخذها زي ما هي هون، بعدين في عندك المشتقة الأولى للواي اوف تي، فمشتقة الأولى بتضرب في اس في واي اوف اس، ناقص طبعا الاس بتصير واحد، بعدين الواي اوف زيرو ماينس بتحط فيها بيطلع معك شيء رقم معين. هذا تحويله اللي بعده هو عبارة عن كي في واي، بصير عندك كي في واي اوف اس مش واي اوف تي، هذا بتساوي بدل ار اوف تي بتساوي ار اوف اس، ماشي. طيب بعد ما حولنا للتايم دومين بقول لك لاحظ انه لما تصير الار او اذا كانت الار اوف تي بتساوي زيرو، هون بس للتبسيط عشان نركز على المهم اللي بدنا اياه، اذا كانت الار اوف تي بتساوي زيرو والواي اوف زيرو ماينس بتساوي واي نود رقم 1 2 7 ناقص 5 مش مهم، الواي اوف زيرو ماينس بتساوي واي نود افترض انه هيك، وافترض انه المشتقة الأولى لواي من عند التي بتساوي زيرو، هذه كلها بتساوي زيرو، فهات نعوض هاي الأشياء، يعني افترض انه هيك. طب نحن ممكن يكون الواي اوف تي معطي لك وانت لحالك اللي توجد شو قيمة الواي اوف زيرو، بس احنا هون بنقول لك لأنه بدناش نضيع حالنا خلينا نركز على هذا الموضوع.
هات عوض. The above equation becomes هون بصير عندك m في s تربيع في y of s. هاي لاحظ هنا. بعدها لاحظ هون بصير عندك m ناقص طبعا m في s في y of 0. y of 0 بتساوي y 0 هيا. يعني بصير عندك m s y نود. هيا m s y نود. وشرط الماينس بينهم. طيب بعدها لاحظ هذه بتروح على الزيرو، ليش؟ لانه معطيك هاي الدي واي باي دي تي بتساوي زيرو، فهي كلها بتروح على الزيرو. زائد البي في الاس في الواي، هي البي في الاس في الواي هي ناقص البي في واي نود، هي بي في واي نود زائد الكي في واي اوف اس كله بيساوي زيرو. يعني ليش بيساوي زيرو؟ لانه قال لي الار اوف تي بتساوي زيرو، لان الار اوف اس بتساوي زيرو. ماشي، فبتصير عندنا المعادله هاي اللي امامكم. لان هاي المعادله يا شباب بنقدر نطلع فيها الواي اوف اس عامل مشترك. لاحظوا لو طلع الواي اوف اس من هذا التيرم وهذا التيرم وهذا التيرم، شو بضل عندنا؟ واي هاي الكبيره مضروبه في ام اس تربيع زائد بي في اس زائد كي. هذا بتخرجه بعدين انقل هاي اللي ما فيش فيها على الجهة الثانية، بتصير زائد ام في اس في واي نود، وانقل هاي ايضا على الجهة الثانية بصير عندك زائد البي في واي نود. طيب ممكن تخرج الواي نود عامل مشترك، بظل عندك الام اس زائد بي، هاي واي نود والام اس زائد بي مقسومه على لاحظ ام اس تربيع زائد بي زائد كي هنا. هذا هو الواي اوف اس. الان هذا ممكن نكتبه على شكل بسط على مقام، ما هو بسط على مقام، سمي البسط مثلا البي اوف اس والمقام كيو اوف اس. طيب هون يا شباب ويا صبايا لاحظ انه ال P of S هذا ال Q، ال Q of S بنسميه الكاركترستيك ايكويجن، هذا اسم مشهور الكاركترستيك ايكويجن. لما بنقول لك الكاركترستيك ايكويجن معناتها هي معادلة المقام، معادلة المقام هاي أو هاي بالنسبة لنا this these are or this one is the characteristic equation. طيب the roots of Q of S، الآن الأصفار تبعت المقام are the poles للواي، هم عبارة عن أقطاب الواي بنسميهم البولز والزيروز. هلا في عندنا البولز والزيروز. الآن القيم اس اللي بتخلي المقام صفر، اللي بتخلي الكاركترستيك ايكويجن صفر، بنسميهم البولز لواي اوف اس. وقيم اس اللي بتخلي البي اوف اس اللي هي البسط، هذا قيم اس اللي بتخلي البسط صفر، يعني بتخلي الواي اوف اس بتساوي صفر زائد بصفر، هذه بنسميها زيروز. إذا في عندنا بولز اللي هي أقطاب وزيروز اللي هي أصفار of the system. لاحظوا البولز والزيروز مع بعض are critical frequencies. بالعادة بسموه البولز زائد الزيروز مع بعض بسموهم critical frequencies. طيب الآن the complex frequency in the S-plane plot of balls and zeros. يعني بمعنى أنت بما أنه قدرت تكتب ال y of s هذا على شكل بسط على مقام في الاس دومين، تقدر توجد البولز والزيروز له. الان تمثيل البولز والزيروز في الاس دومين بلين، يعني بمعنى انك تعمل انت بلين بهذا الشكل، مستوى دي كارتي زي هيك، وتسمي هاي سيجما وتسمي هذا جي اوميجا. ورقمت هون وهنا رقمنا ايضا وبقيتهم رقمناهم، وصرنا نحدد مواقع البولز والزيروز على الجراف هذا. بقول لك هذا ممكن انت تاخذ انطباع عن تصرف الاقتران هذا في التايم دومين. كيف؟ رايحين نحكي عنه بعد محاضره او تنتين، كيف بياثر هذا، او كيف بنقدر من خلال مواقع البولز والزيروز ناخذ فكره عن تصرف الفانكشن في التايم دومين. طيب يا جماعة الآن
بنحكي لهون هذا. خلينا نرجع شوي للمعادلة. هاي كلير كلير اول دروينجز، ونرجع شوي للمعادلة. لاحظ انه الواي اوف اس هذا او فور سم سبيشال كيس، يعني لحال ما افترض انه الكي على ام بتساوي 2 والبي على ام بتساوي 3 في هاي المعادله. ليش؟ طبعا هو في البدايه لاحظ وانا بده يقسم على ام، عشان في المقام يظل عندك اس تربيع زد البي، بتصير بده معامل الاس يبقى واحد. فاذا قسمنا على ام في البسط والمقام هون كلها، هاي بتروح الام مع الام، وهون بصير عندك بي على ام، وهون كي على ام، وهنا بتروح الام مع الام، بضل عندك اس زائد بي على ام، الكل مضروب في واي نود. لان هنا بقول لك افترض ان الكي على ام بتساوي 2 والبي على ام بتساوي 3، بدوش يغلبك ويعطيك اياهم الثلاث البي والكي والام، فمعطيكه مباشره. لاحظوا شو هم هاي القيم، الكي اللي هي ثابت الزمبرك، والام هي الماس، والبي هي ثابت الاحتكاك. طيب افترض انه لها هاي الارقام. الان اذا لها هاي الارقام بصير عندنا المعادله واي اوف اس زي ما انتم شايفين هون، اللي هي اس زائد 3 في الواي نود على اس تربيع زائد 3 اس زائد 2، او اس زائد 3 في المقام على اس زائد 1 في اس زائد 2، هذا في واي نود. الان شو هم البولز والزيروز تبعون الواي؟ تيجي بتقول لي الزيروز اللي هي القيم اللي بتخلي الواي بتساوي صفر، اللي هي اذا كان البسط صفر. وين ممكن يكون البسط صفر؟ اذا كانت الاس بتساوي ناقص 3، فعند اس بتساوي ناقص 3 هذا بيعطيك 0 لواي اوف اس. طيب وين البولز تبعون واي اوف اس؟ بنقول لك هي القيم اللي بتخلي المقام صفر. طيب ما هي القيم اللي بتخلي المقام صفر؟ اللي هي اس بتساوي ناقص 1 واس بتساوي ناقص 2. طيب اذا هون اس بتساوي ناقص 1 واس بتساوي ناقص 2، لان هذول اذا بتلاحظ موجودين في هذا الفيجر، هيهم هاي الزيرو عند اس بتساوي ناقص 3، وهي البولز عند اس بتساوي ناقص 1 ناقص 2. بالعاده يا جماعه تمثيل البولز والزيروز في الكومبلكس فريكونسي بلين هذا اللي هو سيجما وجي اوميجا، بنمثل البول باشاره اكس، وبنمثل الزيرو بإشارة O. لاحظ احنا بنقول زيرو، الزيرو بتشبه O يعني حلقة فاضية، فعشان تتذكروا زيرو في الO والبول في الإكس. فهذا بدون ما نحط لك الليجند مرات، يعني هاي بنقول لك مثلا مثل البولز والزيروز، وين ما في بول بتعمل بإشارة إكس، وين ما في زيرو بتعمل بإشارة حلقة زي هيك، أو حرف الO بالإنجليزي أو الخمسة بالعربي. المهم طيب برجع مرة ثانية هون، بدك تحل هذه. ممكن تيجي تقول طيب أنا الآن بدي أحل، بدي أوجد الواي أوف تي من هاي. هسا بتعرفوا إنه في الواي أوف تي بدك تروح لفكرة البارشال فراكشن إكسبانشن. هلا كيف تيجي هذه؟ بتقول بدل ما هي هيك بكتبها على شكل مثلا تساوي إيه. ممكن واحد يجي يقول لي هاي بتساوي هيك إيه على إس زائد 1 زائد بي على اس زائد 2. كيف سريع يا زن؟ يعني بصراحة هاي الأشياء معظمها اللي حكيتها مر عليكم سابقا يا ابني. يزن بيقول إنه الشرح سريع. نتبع دكتور سألني مرات بس يعني زمان، يعني من زمان زمان كثير يعني، فمش عارف يعني عشان إذا الطلاب زيي ولا لا، يعني ما أعرفش، بس حاسه كثير سريع الشرح. اطلع انت بس الأشياء اللي بحكي لك إياها راجعها الآن، هذا معظم الأشياء رايحين احنا نركز عليها يعني بالتفصيل. هلا مثلا بدي احكي، انا كنت عن البارشال فراكشن اكسبانشن، بتتذكر كيف تعمل بارشال فراكشن؟ يعني هاي الفكره، هاي اللي هو مش كثير يعني نعم
هذه بدها شويه مراجعه. هلا انا نسمي بولز وزيروز ونسمي كاركترستيك ايكويجن، هاي يعني معلومات بس بدكم تعرفوها كاسماء، هلا بدك انت تقراها بصراحه. اللابلاس ترانسفورم، هلا انت مش مطلوب منك انه، او مش مطلوب منا نرجع نعمل اشتقاقات لللابلاس ترانسفورم مره ثانيه، بس يعني دكتور قوانين جاهزة يعني ولا كيف؟ هلا هذا في اللابلاس اللي فرجيتكم اياه قبل شويه، بصراحه هذا المفروض انكم يعني تحفظوه مش الجدول كله، الاشياء اللي حكيت لكم عنها يعني هون. هذه مثلا خليني اشيل الشيء اللي كتبته هون، يعني تيجي على هذه الايكويجن. تمام، قوانين اللابلاس هذول يمكن اخذناهم بالسيجنال يعني، بس برضو زمان، بس برضو يعني ماشي اخذناهم مثلا. تمام، السيركت ما خدتهمش كمان. سيركت زمان اخذناها، فمش عارف. هلا ما هي السيركت واللابلاس بيجوا، السيركت والسيجنالز بعدين بيجوا بنفس الفصل، الرابع على صح اخذت، زمان اخذت انا. فقصدي انه هون لما بتقول يعني اليو اوف تي لابلاس تبع واحد على اس ماشي. هلا انت مش راح اطلب منك هون قطعا انك تشتق، يعني تثبت انه اليو اوف تي لابلاس تبعه بيساوي على الاس، ولا شرحت لك شو هو هون، ما شرحت لك شو هو الانتجرال تبع اللابلاس، يعني بمعنى اللابلاس بيساوي التكامل من ماينس انفينيتي لانفينيتي للاي تو ماينس اس تي في اف اوف تي دي تي، وكيف بتشتق هذا ما بدي اياه، بس بدي على الاقل تعرف انه اليو اوف تي اللابلاس تبع واحد على الاس، الاي تو ماينس اي تي لابلاس تبع واحد على الاس هذول زائد تمام دكتور، هذول تمام عادي. هاي الاشياء. هلا هذه الان هون حاولت انا اشرح لكم اياها بالتفصيل تبع الاشتقاق، وحاولت اعطيكم عليه المثال اللي شرحناه قبل شوي انك تعرف الاشتقاق. هذا الصف لحد هون لحد هون يعني هون مقبول، بس بعد هيك هاي الاشياء الصعبه لا مش مطلوب منك تعرفها. احنا بنجيب لكم التابل، احنا بالعاده لما بنستعمل اللابلاس اذا في اشياء غير الاشياء البسيطه بنجيب لكم التابلز بيبقى فيها الاشياء البسيطه والاشياء الصعبه. على كل حال يعني انت اطلع على اللي شرحناه لحد الان واقراه وكون جاهز له في المحاضره القادمه، وان شاء الله إن شاء الله نفهم لك قدام أكثر، لأننا نمشي كثير. افضل، يعني هي تاسيس الان. طيب على كل حال تمام. خلصت، الوقت خلص هون، فلحد هون يا جماعه. لحد هون بيكون معنا اليوم نخلص، والمره الجايه ان شاء الله بنحكي عن البارشال فراكشن اكسبانشن. يعطيكم العافية، يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتور، بس أغلبك تبعت لنا المادة. بحملكم إياها على المودل إن شاء الله. تمام ماشي، يلا بحمد الله.